ونفس الكبرى التي افترضها المنطق الأورسطي في القضية المتواترة والتجريبية أنها قضية عقلية أولية هي مستنتجة من إيه؟ مستنتجة من الاستقراء. لماذا أن الصدفة لا تكون دائمية؟ يقول لأن التجربة تثبت ذلك، مو أنها هي الدليل على القضية التجريبية، هي قضية تجريبية. إنه نحن عندما جربنا على هذا العالم وجدنا أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثر. واضح المطلب؟ هي قضية تجريبية، يعني بالاستقراء ثبت لنا أن تواطؤ المخبرين الكثيرين على الكذب هذا ماذا؟ ممتنع. لكن لماذا ممتنع؟ بالاستقراء. وإلا قبل أن نستقرئ نحن لا يوجد عندنا دليل على ذلك. هل أسأل منكم، النار محرقة أو غير محرقة؟ ها؟ من أين تقولون النار محرقة؟ ها؟ أحسنتم. يعني إذا أنت في عمرك ما خال إيدك على النار كالطفل اللي ما يعرف هذا حرارة، يودي إيده على النار لو ما يودي إيده على النار؟ ها؟ يودي إيده على النار. إذن النار محرقة هي قضية قبلية وقضية استقرائية، قضية استقرائية. أن العدد 1000 لا يجتمعون على الكذب استقرائية لو قبلية؟ استقرائية. إذا احنا ما مستقرئين الناس، ما شايفين الحوادث، ما عايشين مع الناس، نقول لعله المليار أيضا يتفق على الكذب. ممكن لو ممكن، ممكن قضية ممكن. إذن من أين تقولون أنتم أن هذه قضية محالة ذاتا؟ من أين محالة ذاتا؟ فلو فرضنا إنسان وجد من أبوين ثم وضع في غابة لم يعش لا في مجتمعين ولا التقى بالناس، بل أرضعه الحيوانات هذا الطفل الصغير وكبر، لو إجينا وقلنا له شخص الآن رأنا، قلنا له يمكن أن يجتمع 1000 على الكذب، ماذا يقول؟ يقول يمتنع؟ أما أنا وأنت لو جاء إلينا الآن واحد من هنا قال 10 كذبوا من بلدان 10 قالوا شيئا من بلدان مختلفة وكلهم كذبوا، أقول بعيد جدا. أقول ما أقول هذا منشأه المعايشة. يعني مرة واحدة يأتون في بلد كمكة يجتمع من عشرات البلدان فيها، هذول كلهم اتفقوا جاءوا وأخبروا عن قضية، هذا جاء من تنزانيا وأخبر عن قضية، ذاك جاء من الجزائر وأخبر عن قضية، ذاك جاء من العراق وأخبر عن قضية، والكل أخبروا عن قضية واحدة وأعلموا يقينا أنهم لم يلتقوا حتى أقول تواطؤوا. أنا كلما أخبرني شخص يحصل لي اطمئنان بصدق القضية أكثر، أمر وجداني. لماذا؟ لأنه بالتجربة أعرف أن هؤلاء فيما بينهم اتفقت مصالحهم جميعا أن يكذبوا علي. مولانا ما الدليل على أنه يوجد بلد كبريطانيا؟ شنو الدليل؟ لعله فد إذاعة منصوبة يريدون يكذبون على الشرق الأوسط، يقولون بابا أكو دولة اسمها بريطانيا. تقول أخي بابا هل قد إذاعات، هل قد ناس، هل قد راحوا إجوا؟ أقول لعلهم جميعا ذهبوا ولم تكن الدولة بريطانيا، كانت دولة أخرى، بس مصلحة دعتهم أن يكذبوا. أنت ماذا تقول؟ تقول هذا بعيد جدا، ما تقول محال. ولكن إذا كثر إلى درجة يحصل لك ماذا؟ اليقين بحسب قوانين الاحتمال. فلهذا يقول السيد الشهيد التفتوا للمطالب، اطمئنوا هذه المطالب كل مكان ما تجدوها، يعني غير في مطالب السيد الشهيد. يقول فالشاهد على ذلك أنت كلما زاد عندك عدد المخبرين يزيد الاطمئنان أو لا يزيد الاطمئنان؟ ها؟ خب إذا قضية أولية أنت كلما وجدت أن اجتماع النقيضين، لو أقمت 1000 برهان أن اجتماع النقيضين لا أن النقيضان لا يجتمعان، يزيد الاطمئنان لو هو نفس الدرجة؟ يمكن أن يزيد الاطمئنان؟ خب لعليش لذاك يزيد الاطمئنان؟
لو لم تكن القضية استقرائية لماذا كلما زاد عدد المخبرين زاد الاطمئنان؟ هذا معناه أن هذه القضية ماذا؟ قضية تابعة لا ماذا؟ تابعة للاستقراء والتجربة. وإلا لو كانت تابعة لقضية عقلية من قبيل أن اجتماع النقيضين محال، فأنت لا يزيد اطمئنانك به. أنا كلما أقمت لك دليلا برهانا أن اجتماع النقيضين محال، أنت يزيد يقينك؟ يقين السابق موجود. وهذا خير شاهد على أن الصدفة لا تتكرر. هذه قضية استقرائية تجريبية، لا أنها قضية أولية عقلية. وإلا لو كانت كذلك لما ازداد الإطمئنان بها أو قل بسبب كثرة المخبرين وقلة المخبرين. قال فإذا تكرر الخبر أو الاقتراب